سابق للمهتير على الضريبة العقارية اللي يعني مفروضة على الصناعة مع إنها كيان إنتاجي ولازم يكافئ بدل ما يطبق عليه ضريبة عقارية. الإجراءات الجمركية واللي يمكن مطلوبة للأسف بتساعد قطاع غير رسمي اللي هو المنافس الرئيسي للصناعة الحقيقية، يمكن التهريب أو عدم تطبيق النظام الضريبي بعدالة، وكلمة عدالة دي يعني لها توضيحات كثيرة هي اللي بتبقى فيها تحدي للصناعة المصرية. دي كان عايز أتكلم وأقول حاجة، إنه إحنا شفنا كلنا حضراتكم من 2011 لحد النهاردة، أنا محترم كل القطاعات بالكامل، لكن الصناعة وقفت ما قفلتش واشتغلت مع الوزراء المحليين. لنا حتة في الضريبة هامة جدا، إنه وأنا بطالب من هنا من مع وجود حضراتكم طريقة تطبيق الضرائب وإعطاء الحق للمراجع إنه يطبق ضريبة تقديرية، ده فيها ظلم الصناعة أو ظلم أي منشأة رسمية، لأنه بالتالي حضرتك ما زلت بتشكك في الصانع لأنه عندك قطاعات كبيرة حضرتك مش عارف تحسبها. لحضرتك حسب منظومة القطاع بالكامل لازم تتلغي فكرة التقديرات الجزافية للضرايب، لأنها بتعرض الصانع